أنا ياسر الغرباوي، برحب بكم اليوم في الدوحة. حبيت أعرض قضية أو موضوع شايف إنه مهم شوية، إن تطوير أعمالنا وتطوير شغلنا على مستوى سواء الأسر أو المؤسسات أو الجمعيات أو حتى تطوير أداء الدول، لابد يمر عبر تطوير عالم الأفكار، يعني أهمية الأفكار في أعمالنا. قضية شغلاني، فاليوم بسعد بوجود يعني زملاء أيضا لهم في المجال الفكري والثقافي، هنتحاور مع بعض حول هذه القضية. الأستاذ نايف الإبراهيم يعني معروف وصاحب مبادرة مجتمعية جيدة في المجتمع القطري، وأخونا يوسف أيضا مهتم بمجال التدريب، والأستاذة دانا الدوسري إعلامية واعدة إن شاء الله، لسه مخلصة إعلام وإن شاء الله يعني نتوقع لها مستقبل باهر. أستاذة كلثم يعني أيضا ناقدة أدبية ولا إصدار في النقد الأدبي. فهنجرب مع بعض. أنا مقتنع بقضية إن الأفكار هي البداية الأولى ومهمة جدا في مجتمعاتنا وحياتنا، مش ممكن نتحرك للأمام إلا لما ننتهي ونضبط عالم الأفكار. أنا أعتقد من أهم الذين كتبوا فكرة النهضة وتغيير المجتمع وتطويره، كتبوا بكتابة حقيقية، هو المرحوم مالك بن نبي، فكر الجزائر العظيم. أنا في رأيي لم يمر على العرب إنسان عميق في علم الاجتماع أو مقاربة له بعد ابن خلدون إلا مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي تعامل مع سؤال النهضة والتطوير بفكر مجرد فلسفي، اهتم أيضا أن المنطقة فعلا دينها الإسلام، لكن لم يغرق في النظرة الدينية المحضة لأمور الحياة. يعني النهضة والتغيير وتطوير المجتمعات الدين جزء أصيل منها، لكن ليس الدين هو كل النهضة. يعني الدين رافض مهم وأساسي، لكن لابد أن يوضع بجواره علم الاجتماع، علم النفس، علم السياسة، علم الاقتصاد. فأعتقد مالك بن نبي كان سباق في هذا المجال. أنا أحب ما أحبته في مالك بن نبي أنه يعطي نماذج يسهل تفسير بها الأحداث. مثلا هو قال إن النهضة لا تحدث أي مجتمع أو شخص أو مؤسسة إلا إذا مرت عبر ثلاث عوالم: العالم الأول عالم الأفكار، ثم عالم المشاريع، ثم عالم العلاقات. أنا اليوم يعني بقول إحنا هنركز أكثر على عالم الأفكار، لأن إحنا أمة ما شاء الله عالم المشاريع والعلاقات، علاقات كبيرة وأمة متمددة، 1.4 مليار مسلم، ولما بحب نعمل عمل يعني يا خير الله اركبي وإعلان، والحملة الإغاثية لدعم حلب، والحملة الإغاثية لدعم البوسنة، والحملة الإغاثية لدعم الشيشان، عملنا حملات وهنعمل حملات إلى أن يشاء الله. لكن الغريب أن بعد كل هذه الحملات في رأيي أن الأداء أو المحصلة النهائية غير جيدة، يعني تبدو متواضعة. أنا تفسيري الشخصي من خلال مالك بن نبي أن إحنا عالم الأفكار ما عرقناش فيه، ما تعبناش فيه، لا نهوى الفلسفة وقراءتها أو العمل عليها. فالمثال الأول اللي بأكد لأن علاج أي ظاهرة حتى ولو بسيطة أو في مجتمعاتنا ما لم تمر بعالم الأفكار سيكون المخرج ضعيف. يعني وأنا يعني بجهز هذا الحوار معاكم، كان عندي قراءة قديمة عن تجربة البرازيل في القضاء على الجوع، فقلت خلاص طالما هنسجل مع بعض ونتحاور خلينا ذاكر أكتر. فاطلعت اليوم على تقرير منظمة الفاو، فوجدت ملحمة برازيلية لا تقل في الإبداع والإمتاع عن فريق البرازيل كرة القدم. يعني حجم التكتيك الموجود وحجم الفلسفة الموجودة تقول إن البرازيل يعني أصبحت تمثل استاندر عالمي في مواجهة الجوع. القصة في البرازيل، الرئيس سيلفا دي لولا، الرئيس المنتخب ويعني كان أعتقد من العمال، تولى السلطة في سنة 2003. أكبر مشكلة قابلته في البرازيل إن ربع الشعب جعان، ربع الشعب 27 يعني تلت الشعب تقريبا 27% من الشعب لا يستطيع أن يحصل على الغذاء اليومي. يعني معدل الفقر هناك لـ 44 مليون شخص في البرازيل تحت مستوى خط الفقر، أقل من دولار يوميا. قضية كبيرة جدا وطبعا سابقة لسيلفا دي لولا، لكن هذا الرجل قرر مع مجتمعه أن يواجهه قضية الجوع. طبعا حجم اللي بذلوه على المستوى الفكري، أولا استعانوا بعلم الاجتماع واستعانوا بعلم الجغرافيا. عالم جغرافي كتب كتاب في البرازيل الجوع والحرب من فعل الإنسان مش قدر، خيار الحرب وخيار الجوع أو يعني مجتمع أنه يجوع، محدش عاوز يجوع، لكن أكيد فيه سياسات خطأ في البرازيل. المفارقة الغريبة جدا، البرازيل من أكبر الدول مساحة في العالم ومن أكثر الدول إنتاج المحاصيل في العالم، ورغم ذلك فيها ربع السكان يعاني من الجوع. فبدأ البحث من أين يأتي الخلل، الجوع ده جاي منين، الغذاء موجود، فاكتشفوا أن الإشكالية في انخفاض مستوى الدخل. بدأ العمل لمدة سنة فقط في عالم الأفكار،
الرئيس البرازيلي دعا الجمعيات الخيرية، دعا علماء علم الاجتماع، دعا المؤسسات الشركات الكبرى حتى يضعوا خطة لمواجهة الجوع في البرازيل. استمرت الخطة يعني للعام 2009، نجحت في إخراج 20 مليون شخص من خط الفقر إلى حد الكفاف. الافكار كانت ماشيه مع المشروع، مش بس يعني الان احنا للاسف في عملنا الخيري هو لو جيك فكره مواجهه الجوع او حمله اغاثيه هي سله الطعام سواء على المجتمع الخليجي او في الحاله المصريه شنطه رمضان رز وسمنه وسكر، الاسره تاخذ هذه الحقيبه وانتهى الموضوع. ليس هناك منظومه تبدا بالاجراءات والاستراتيجي الى الوصول لحتى مستوى القياس تقول ان هذا المجتمع اتعالج من الجوع. الاخطر ان الافكار كانت كفرسي رهان ماشيه مع المشاريع، يحصل خطا مش يقول والله احنا فشلنا، لا، اين كان هذا الخطا؟ اكبر تحدي كان توفير المال. يعني نجح يا عم نايف الرئيس سيلفا ديلولا في دوله كان فيها اشكاليه في الميزانيه وفروا المليارات، وحصلوا عم يوسف على دعم الشركات، واصبحوا فعلا اصبحت الاسر تاخذ رواتب شهريه لمواجهه الجوع. لكن بعد 6 شهور وجدوا كانك يا ابو زيد مغازيت، الاعانه استلمتها الاسر ولكن ما زال الفقر كما هو. طيب أين الخلل؟ هل الخلل في المشروع ولا في الحكومة ولا في الفهم الفلسفي للموضوع؟ اكتشفوا أن من يتلقى المساعدة في الأسرة هو مين؟ الأب. فاكتشفوا أن معظم الأباء في أحياء سان باولو الفقيرة هم يتعاطوا المخدرات ومن كبار المدخنين، فالأب بياخد المنحة ويطلع على القهوة، يعني ياخد حجرين معسل بالمصري أو يشرب شيشة والموضوع ينتهي، ولا الأسرة لا تستفيد من الدخل الذي كان يقدم. طب ما هو العلاج؟ هل نصرف فلوس للأطفال ولا لكل شخص في الأسرة يقبض منحته؟ فوصلوا للحل صراحة إبداعي، وهو إني الذي يتلقى المساعدة هي الأم. الأم طبعا يعني بحكم العاطفة والحنان حريصة جدا على الأسرة أكثر من الأب. بهذا التدخل، بهذه المراجعة مع علم الاجتماع مع علم الإحصاء، نجحوا في إيصال المساعدات للأسرة بشكل حقيقي. بعد 4 شهور فعلا حصل تحسن في مستوى اداء الاسر، واصبحت يعني تغادر الفقر بمسافات اكبر. فاعتقد يعني مشروع هو يبدو انه خيري واحنا بنعمله في مجتمعاتنا، لكن اداء هذا المشروع مفكر فيه، يعني يتم قياسه، متابع في مساله النقد. ورغم ان حكيت لكم الكلام مش وردي، وجدت مراجع في الفاو ايضا تقول لماذا فشل مشروع مكافحة الفقر في البرازيل، فهناك نقد أيضا متلاحق ومتلازم مع نفس المشروع. فأعتقد دي كان النموذج الأولي. ممكن نتكلم حواليه لو حد في عنده أسئلة أو إضافة أو مش عاجبه الكلام. أنا برضه كان يعني مش جاي أسمع، يعني أنا جاي نسمع ونتناقش، ولعل فرصة إن معانا يعني بعض الإخوة المقيمين وأيضا أخواتنا القطريات وأنا بينكم أيضا من مصر، بنحاول أعتقد الهم العربي كله تقريبا يعني متقاطع يعني. فدي كانت الفكرة الأولى، إن حتى عالم الأفكار لما يدخل في العمل الخيري والإغاثي أعتقد بيخلي أداءه أفضل من مشروع غير مفكر فيه، أو مشروع عبارة عن فزعة وانتهت، ليس له مخرج مدخلات ومخرجات ونظام معالجة. فأتمنى لو حد عنده إضافة نستفيد منها إن شاء الله. هل هذه المبادرة لابد أن تكون يعني كعمل مؤسسي منظم في عدة أشخاص عدة أفراد عم يشتغلوا فيها، ولا ممكن تكون مبادرة مثلا فردية أو مثلا شخص يطرح فكرة كتنظير للمشكلة واقتراح الحلول بعدين حد يجي ينقل هاي الفكرة لعالم آخر مشروع، ولا لازم أنا أروح أعمل مؤسسة وهيكل تنظيمي وأحط أهداف وخطة استراتيجية ونقعد نبدأ نشتغل وميزانية وتمويل؟ فالعمل الفردي هون كافي ولا لابد من عمل مؤسسي لإنجاح مثل هيك مبادرة؟ يعني العمل عم يوسف في المجتمعات وفي الشعوب وفي التغيير، أنا أعتقد أن لابد يعمل فكرة سباق التتابع. سباق التتابع أن في فريق متسابقين كل واحد بيسلم للآخر. البرازيل لما اشتغلت في الجوع أول سنة قعدوا يفكروا، وجد أحد علماء الاجتماع عمل دراسات عن الجوع، كتاب اسمه جغرافية الجوع، الجوع فين في البرازيل. وجدوا عالم تاني عمل إحصائيات عن تعريف الجوع، هل تعريف الجوع المواطن الذي لا يأكل 3 وجبات ولا المواطن اللي بياخد وجبة واحدة بس. جمعوا هذه الجهود، جم لقوا منظمة خيرية أصلا شغالة في العمل الخيري بتوزع مساعدات أيضا جاءت للحوار. استعانوا بالبنك الدولي في موضوع نسب الدخل، استعانوا بالفاو أي أنواع الغذاء أفضل في الكالوريز للمواطن البرازيلي. يعني تفاجأ مثلا أن بالإحصائيات
ان المواطن البرازيلي في الكالوريز او من اعلى الدول عالميا على الورق، لكن التوزيع على الارض لا غير كده. يعني انتاج البرازيل من الغذاء مقابل عدد السكان تقسم الاثنين على بعض، المؤشرات زي الفل، لكن الناس بتاكلش. لذلك احنا في العالم العربي برضه خدعه المؤشرات مشكله. الامم المتحده تقول مثلا ان الدوله الفلانيه هي الاولى في العمل الانساني، هل فعلا الواقع يؤكد هذا المؤشر ولا لا؟ فانا معاك ان لا مانع عالم الافكار سواء كان على مستوى الافراد او على مستوى الحكومات، لكن طبعا ما تجيش تقول لحكومه تشتغل من غير سيستم او مؤسسه خيريه تشتغل من غير مستشارين. لكن انا كياسر، انت كيوسف، هي كدانا، لو بدات بمشروع صرفت عليه جهدها وقتها مقبول، والله انا ساخدم في الجانب الفكري، ساعمل رصد عن كل ما كتب عن الجوع مثلا في افريقيا، ثم اسلمها مثلا لجمعيه قطر الخيريه، ربما تستفيد من هذه الدراسه في توزيع الاعانات. مفترض بقى قطر الخيريه عندها فريق اخر استشاري يرصد تدخلها في الميدان كيف كان يكون. فاعتقد مفيش مانع من التداخل ما بين العمل الفردي والعمل المؤسسي، لكن المهم جدا ان تفكر فيما تعمل وان تعرف دورك. انا لن اقضي على الجوع في العالم، انا مساهم بسيط في معالجه ازمه الجوع. خلي بالك، لان احد مشاكل الشباب العربي ايه؟ لن الصدر دون العالمين او القبر. نعمل كل حاجة لما نعملش حاجة، لا احنا ممكن بس واحد فينا لو عمل شيء بسيط والاخر يكمل. فاعتقد يعني دي مقربيتي لسؤالك في هل العمل فردي ولا مؤسسي. الانسان يبدأ ولكن بمسار مفكر فيه. استاذ نايف، عندي سؤال؟ لا والله بالعكس، لا بالعكس، النموذج صراحة كفكرة انا اول مرة اسمع النموذج البرازيلي هذا. اي يعني، او يعني كان بصراحة يعني انا قاعد احاول اسوي ربط مثلا بين وعي المجتمع البرازيلي نفسه كتعليم وعلاقته بالجوع، وبعدين الطفرة من الوضع اللي هم فيه على الوضع اللي هم وصلوا له اليوم. يعني هل في مقاربة بين الموضوعين ولا لا؟ مستوى التعليم في البرازيل هم على حالة الجوع إلى اليوم، هل في طفرة على 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 في النطاق هذا ولا لا؟ وهل له أثر في الطفرة هذه ولا لا؟ والله يعني سؤالك أيضا في المشروع، أنا بقرأ اليوم وجدت معلومة أخرى. هو المشروع كده كده بيتم عن الجوع، فالناس فكروا قال ده بنخلي الجوع والتعليم، يعني ليه طالما كده كده بنعمل. فلما اعطوا المساعدات للاسر اشترطوا ان الاسر اللي اولادها في المدارس او اولادهم يذهبوا المحو الاميه ياخذوا كوبونات في الغذاء اعلى. فاصبح الان عملوا ضربوا عصفورين بحجر، انك تتعلم وتتخلص من الجوع. فاصبح دفعيه الناس للتعليم مرتبطه ان ياخذ وجبه ساخنه في المدارس. بالمناسبه كمان عملوا حاجه اخطر، ان الطلاب ايضا عندهم نقص غذاء وعندهم انيميا، نقص فقر الدم. فاصبح الطلبه اللي بيروح المدارس وفروا وجبه ساخنه في اثناء الدراسه للطلبه، فالطالب يتغذى في المدرسه ويرجع البيت يتغذى ويتعلم. فاصبحت نور على نور، يعني المسائل قطعت مسافات جيده جدا. فاستفادوا في تخفيض نسبه الاميه من خلال برنامج مواجهه الجوع كمسار مفكر فيه. وكم خذ وقت المشروع هذا؟ يعني المشروع مستمر الى الان، لكن رصده يعني اللي انا قراته عشان اكون منصف يعني برضك لحد 2009 نتائجه كانت وصلت الى تخلص 20 مليون من 44 مليون من الجوع. الفتره الزمنيه من 2003 لحد 2009، يعني بنتكلم في ست سنوات. انت بتتكلم في يعني اخراج 20 مليون مواطن من الجوع في ست سنوات، اعتقد ده امر مش هين. تغيير أفكار أصعب من تغيير أي شيء مادي. فأنت لما تكلمت عن التغيير في المجتمع البرازيلي ذكرتني بمسألة تغيير العقليات. وفق الإحصائية اللي يعني تكلمت عنها، هاي دليل أن الإنسان لازم يصبر على تغيير أي شيء، تغيير مجتمع، تغيير منظمة، تغيير أسلوب حياة إلى آخره. صحيح، العمل الاجتماعي يعني حتى على مستوى الام، حتى في البيت لو ما استمرش على اولاده ماذا سيصنع؟ اعتقد ستكون معارك يوميه يعني غير منتهيه. واعتقد المعركه الاصعب اللي احنا محتاجين نخوضها في مجتمعاتنا هي عالم الافكار. يعني احنا لا ينقصنا موارد ولا ينقصنا طاقات. المجتمع العربي 60% من سكانه شباب، لكن الافكار الواعده محتاجين فيه، الافكار الواعده تحتاج الى عمل كثير والى ابرازها والى استثمارها. يعني انا صراحه يعني سعيد بوجود نايف معانا وله مبادره ان شاء الله نتعرف عليها في حلقات قادمه. لا يعني يمكن ان نضيف لمجتمعاتنا شيء ولو بافكار بسيطه، حتى ندخل يعني فكر يجعل طاقتنا وقدرتنا اكثر نفعا مما نحن عليه الان. يعني يا استاذ ياسر، الا تلاحظ ان الناس تهوى الثبات اكثر من التغيير؟ طبعا الاستقرار والثبات ودائره الراحه
والمنطقة الراحة طبعا من حق الناس تطالب بكده. يعني اصلا حتى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن نعمه على الناس قال اذا اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. احنا مش عاوزين الناس تخاف ومش عاوزين الناس تبقى في رعب، لكن انا بتكلم لذلك سؤالك صراحه مهم، محتاج حلقه تانية او محتاج كلام تاني خالص. يعني احنا هذا الكلام بنقوله لمين؟ كلام الافكار والتغيير. الشعب طيب والناس ممتازه وجميله، لكن غير مقبول ان اعلاميه او باحث او مبادر ما يكونش مدرك على اهميه عالم الافكار. في الهند انا رحت الهند، اللي قراته شيء عن الهند واللي شفته عالم تاني خالص. يعني الهند طبعا قاره تموج بالبشر من خلق الله، يعني بتتكلمي في 1,400,000,000 انسان. انا مقتنع زي كده عالم الافكار. رحت الهند، الناس زي ما هي معبوزه منذ 3500 سنه، والناس في المعابد الهندوسيه زي ما هي. امال ايه التغيير اللي حصل رغم كل هذه المشاهد في الهند من الفقر الموجود؟ الهند الان دوله نوويه، خامس اقوى اقتصاد في العالم. امال ايه اللي حصل في الهند؟ المثال بسيط جدا، السواق الهندي سواق عاقل يقدر الافكار. سواق القطار مليان ناس هنود، اللي نايم واللي مقتنع ان الفقر قدر، ومقتنع ان الغنى دي فتنه، ومقتنع انك يعني ايه ان ترضى بما قسم الله. فقراء في الهند للان عدد ضخم جدا، لكن سواق القطار الهندي اللي هي النخبه السياسيه والنخبه الثقافيه نخبه على درجه من العلم والقراءه والقناعه بالافكار غير عاديه. يعني غاندي كان فيلسوفا، نهرو راح هارفارد رجع من بعد ما راح هارفارد بلابس السار الهندي ولم يشتبك مع الهنود. يعني للاسف النخبه العربيه تشتم المجتمعات المتخلفه، هذا المجتمع الكسول. اذا النخبه احنا حد شتم المجتمع وقال عليه كسول، اعرف انه دي فاشل. نابليون بونابرت له عباره خطيره جدا، قال القائد الذي يشكو من جنوده قائد فاشل. يقول لك العيب في الجنود، يبقى انت اللي فاشل. شعوبنا فيها خير ومجتمعاتنا فيها خير. اذا احنا هدفنا من القصه دي كلها ان النخبه الاعلاميه المثقفه الباحثه هي تكون عايشه مع عالم الافكار. مش ممكن ما تخليش المجتمع فرن تجارب، يعني نيجي نجرب فكره، جربنا يا عم النموذج الاشتراكي ما ظبطش، لا لازم يكون الامر على هدى. لكن استاذ ياسر هذا لا يمنع ان احنا نخوض تجربه التقييم الذاتي والمراجعه الذاتيه. من خلال المراجعه الذاتيه تكتشف وين المحاسن واين المساوئ، ومن طبعا خلالها تبدا خطه التغيير. صحيح، لذلك المجتمعات التي لا ترحب بالنقد، يقول ملك بن نبي سوف تنقذها عصا التاريخ. المجتمعات اللي احنا كله تمام، الله لا يغير علينا، كله في السليم، امورنا 100 100، ربنا يديم الحال على هذا الامر، تفاجئ هذه المجتمعات توقظ بالعصا. المجتمعات الان سبقتنا مسافات ضخمه جدا وكبيره جدا. ايه اللي حصل في العالم الاسلامي؟ احنا جالسين ايام المماليك جالسين في مصر على البحر الاحمر بحر المتوسط، ما بياخدوا ضرائب، اللي ما عاد ياخد ضرائب فبيسموها الريع، دوله مبنيه على الريع، وامورنا تمام. فجاه في يوم وليله وصل المعلم نابليون بونابرت، طبعا وصل بسفنه الى الاسكندريه، بدا قصف البارود. اخر سلاح كان عند المصريين ساعتها او العرب كان هو عندهم السيف. قال لك ايه الفرنسيين دول جايين عساكر فرنسيين حاطين في يوم كذا البنات، وقال لك يا عم ده مع اول سيف الجماعه دول هيجروا. لكن معه شافوا مدافع البارود والضرب، كان بالنسبه لهم البارود دي سحر، قال لك ده الجماعه دول معاهم جن، نابليون بونابرت معاه جن. وكان كل هم بقى الناس في المساجد، يا خفي الالطاف نجينا مما نخاف، كل الادعيه يا رب انت خلص المعركه احنا ما نعرفش حاجه. فلذلك سموا الحمله الفرنسيه بعضهم، يعني قال لك نار وانوار، يعني نار بالحرب. وفتحت عقول العرب والمسلمين، قال له ده في عالم عنده اسلحه، ده في عالم بيعمل. فكانت هذه اللحظه لحظه سؤال الوعي، لماذا تخلفنا وتقدم الاخرون؟ ان ما كانش في نقد، احنا امورنا تمام، بالمماليك تمام، دول مقاتلين على الخيول. لما اكتشفوا ان العالم فيه مدافع واصبح فيه البارود، اصبح فيه ناقلات للجنود، كانت هذه صدمة حضارية، إن المجتمع كان مجتمع ساكن، النقد فيه يعني كان غير مرحب به. كلمة صدمة حضارية تأخذني للحديث عن التغيير، هل التغيير لابد فيه من صدمات؟ أنا توقعت البنات شباب أسأل أكثر. لا أنا أحب المواضيع هذه عن التغيير، خاصة لأنك قلت أن بونابرت قال كقائد لا يجوز أن تقول لمن تقود للمرؤوسين أنهم فشلوا. قد يكونوا فشلا. قد يكونوا فشلا، يبقى انت لازم تساعديهم انهم ينجحوا. صحيح. في اضافه يا دانا تحب تضيف حاجه؟ لا انا اعتقد ان الفشل يعني كما يعني المقوله المعروفه ان لا يوجد في القاموس شيء اسمه فشل. نعم. مع
متى نقول أن هناك فشل؟ حينما لا تكون هناك جاهزية، حينما لا يكون هناك استعداد أو نية للتغيير. التغيير يعني مبدأ لا يقوم على النوايا وإنما يقوم على القرار. أنا هاي اللي أعتقده يعني تماماً. أتفق معك 100%. بس حاب أضيف على كلامك أن إحنا دائماً نكون بعد نقطة القرار هذه، لما أنا أتخذ قرار إنه مثلاً إحنا مجموعة هني حابين نبتدي في التغيير، حابين إنه نزيد الوعي الناس اللي عندهم هذه القدرة، إنه يعني أنا قررت إنه والله أنا حابة أغير شيء في المجتمع، حابة أبادر. وين يعني بعد هذه النقطة أين نذهب؟ يعني دائماً لازم يكون فيه موضوع اجتهاد. يعني لو ننظر على مثال اللي قلته، مثال البرازيل، البرازيل ايش سووا؟ يعني شنو المميز في النظام اللي هم سووه؟ اللي هو إنه يوم إن حاولوا يتعاملون مع مشكلة مواجهينها في مجتمعهم، ما خذوا نموذج تقليدي لمحاربة الفقر من أي دولة ثانية وطبقوه، لا، هم بحثوا، شافوا شو وين المشاكل، وين الجذور، وحاولوا يعالجونها. وبعدين يوم إن طبقوا النظام يعني ما وقفوا عند هذا الشيء، مثل ما قلت إن لاحظوا بعد 6 شهور إن في مشكلة، إن هم طبقوا النظام بس ما في حد قاعد يستفيد، بحثوا مرة ثانية وشافوا عملية اللي هو المراجعة، واكتشفوا إن في مشكلة، إن مشكلة الآباء، إن لو إحنا عطينا الآباء، الآباء ممكن يصرفون هذا الفلوس على أشياء أخرى. فيعني أنا أحس إن دائما لازم الواحد ينظر من هذه الناحية، إن أنا لما أجتهد بعد ما أقرر في قرار التغيير لازم أكون مجتهد، لازم إني أحاول قد ما أقدر أشوف شنو الأبحاث الموجودة، شنو يعني أحاول أراكم على الأشياء اللي صارت من قبل، ما أحاول أبتدي من الصفر. فيعني دائما إحنا لازم نجتهد، وحتى لما نحاول نطبق شيء لازم نروح ونعيد ونشوف هل هذا في نظام المراجعة، هل هذا صد عمل النتيجة اللي إحنا نبغيها أو لا. كلامك سليم، ودي يعني يقودنا إلى نقطة أخرى، كيف أصلا يحصل التغيير؟ يعني المجتمع حبينا الآن أي ظاهرة بسيطة، والآن مقصود بها تغيير الإصلاح على المستوى الاجتماعي. مثلا مجتمع فيه نسب الطلاق مرتفعة، إحنا غالبا عقلنا الحل مشكلة الطلاق إيه؟ المشايخ في المساجد يا جماعة يعني الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا ينبغي أن إحنا أننا يعني ننفصل في حياتنا. طيب، لكن الطلاق ظاهرة اجتماعية، الجزء الديني مهم فيها، لكن في أبعاد أخرى محتاجين نعرفها. هل له علاقة بالدخل؟ يعني مثلا بتتكلم عن الطلاق في مصر غير الطلاق في الخليج، الطلاق في باكستان غير الطلاق في امريكا. يعني عوامل الاجتماعيه المتداخله فيه محتاجه لدراسه. غالبا بيقولوا ان المجتمعات كيف تتغير على مستوى الافكار، قال لك في 3 شرائح. الشريحه الاولى شريحه البدء، والشريحه الثانيه شريحه التغيير، والشريحه الثالثه شريحه الاستقرار. وناخذ مثال النبي عليه الصلاه والسلام، المجتمع المكي عبيد وساده، اماء، قتل النساء، وأد البنات، ليس هناك عداله. جاءهم رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال إلهكم واحد وكلكم لآدم. طبعا فكرة في هذا العصر في هذا الوقت، تتكلم على مستوى أفكار إعجازية، مجتمع قائم على عبيد وسادة، لكن الكلام كلكم لآدم وكلنا يعني بلال زي أبو سفيان وبلال زي أبو جهل. طبعا هذا الكلام في المجتمع كان يعني صادم، ولكنه كان واحد جعل القلوب تهفو إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول شيء إن شريحة بدء هو النبي والصحابة. بعد المرحلة الثانية بقى، بعد الضرب والسحل في مكة والذهاب للحبشة والبحث عن مخرج، ذهب النبي للمدينة فسموها شريحة التغيير. أصبح الآن الصحابة قادرين على نشر رؤيتهم بحرية. كان هدف النبي في كل هذه الرحلة ألا يقاتل أحدا فقط. يا جماعة خلوا بينه وبين الناس، عاوز أكلم الناس، سيبونا أكلم الناس. طب الآن أنت ممكن نكلم الناس، عندنا سوشيال ميديا، عندنا فضائيات، لكن للأسف ما الذي يقدم في هذه الفضائيات؟ يعني الآن ما عندناش مشكلة في الوسائل، مشكلة في الأفكار، مشكلة في الدماغ. ماذا نقول نحن للناس الآن؟ إما فريق يعني مغرق جدا إن سبب الأزمة هو الاستبداد، مع إن الاستبداد عرض ثقافي، في مشكلة في الأفكار. إحنا كمستوى البيوت والأسر نمارس استبداد على عيالنا، تخرج هذا النموذج. ثم لما انتقل النبي بعد ذلك من المدينة فرحت التغيير، جاء الاستقرار، استقر مشروع النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلق الإسلام يضرب في أرض الله كيفما شاء. فإذا أي مجتمع، أي تغيير يمر يحتاج 3 شرائح. شريحة البدء اللي هي الفرقة اللي بقى إيه تبشر بالأفكار وتبذل فيها الجهد والعرق وتتحمل بقى الإزاء الناس وتتحمل الاستهزاء، يا عم إيش غير فينا إيه، ولا يعني والقبلك عملوا إيه، بسمعنا كلام ده قبل كده وعدى علينا بكرة، يعني نغير الكون. حتى المصدق وانت جبت الديب من ديله، يعني أنت خلاص أنت اللي يعني بديع زمانك ومش حد سبك بالأفكار.
لابد يكون العامل في هذا المجال من نخبة متحمل، يعني يكون جلده سميك يتقبل هذا النقد، ثم يصل إلى مرحلة أن يتلقى حد يتلقى هذه الدعوة اللي فيها انفتاح المستقبل، ثم بعد ذلك سبحان الله يأتي تجد كل الناس يقول لك أه والله صحيح ده كان الله يرحمه كان طيب ويا ريت سمعنا كلامه من زمان يعني. بس بعد صبر نعم. يعني بعد وقت يعني موضوع الطرح فكرة جديدة في عالم الأفكار يحتاج إلى صبر كبير. مثل ما تفضلت موضوع أنه والله أنا الفيلسوف اللي عم يطرح فكرة جديدة جاي تتفلسف علينا، نحن ما عندنا وقت للتنظير، روح عمل مشاريع انفع الناس أصلا. ففكرة إضافة منتج جديد في عالم الأفكار أصلا هي محاربة من المجتمع. يعني أنت ممنوع أصلا تروح تصرف سنة من حياتك وفي الاستقراء أو في وضع حلول أو في إنتاج فكرة جديدة، بحيث أنه هي إذا طبقت أصلاً رح توفر عليك 10 سنوات من المجهود الضائع بسبب عدم وجود تنظير صحيح لي أو تأصيل للمشكلة بحد ذاتها. في موضوع معالجة الفقر في البرازيل ذكرت أنه في عندك أول سنة كانت عبارة عن تفكير وأبحاث وجمع الجهود، بعدين بعد ما طرح الحل في عندك 6 شهور وبعدين أعادوا المساءلة من أول وجديد. نحن لحد الآن الناس بيقولوا إنهم فشلوا، يعني لحد الآن في تقييم إن كل حكينا ده كلام بالصحيح، يعني يحتاج إلى مراجعة في داخل البرازيل صح. فالفكرة أصلا في عالم الأفكار نفسه هي غير متقبلة. موضوع عدم الصبر إنه بدنا ننجز، أعطيني مشروع أنا ألاقي الثمرة مباشرة بعد سنة أو سنتين. هي التداخلات أو موضوع خلينا نسميه إقناع أو تغيير فكر الناس في أهمية عالم الأفكار وتأثيرها على ما بعدها من المشاريع وتغيير في المجتمع. صحيح. يعني حتى بالنص القرآني ربنا ذكر 3 أصناف من الناس، ربنا قال أولي الأيدي أصحاب العضلات، وربنا قال أولي الأبصار أصحاب الأفكار النيرة، وهناك بقى في صنف ربنا يرزقنا إياه قال أولي الأيدي والأبصار، يعني دول سوبر باور، يعني يعني يملك الفكرة الواعدة والقدرة على إنجازها. فكل واحد فينا كل مطلوب العضلات مطلوب الأفكار، بس نقدر الأفكار يا جماعة. في ناس قول الأبصار على الأبحاث والدراسات والعلوم، وفي ناس قول الأيدي يعني قادر فعلا ينقل الفكرة إلى الميدان، وفي فريق بقى يعني بيكون فعلا يعني ملهم، أقصد ملهم إنه يتلقى من السماء الوحي، يعني عنده قدرة على الجمع بين تقدير الأفكار وأن ينفذها بالأرض على الواقع. فحتى بالنص القرآني الأمر موجود، لكن إحنا للأسف فعلا معاك خلق الإنسان من عجل، يعني يلا بسرعة ولازم أغيثوا الناس. ماشي، الإغاثة مطلوبة والإغاثة مش هتنتهي، بس تعال نفكر كيف نغيث هؤلاء الناس، يعني من الطرائف أو من الأمور المبكية والمحزنة. حصل فيضان في باكستان أغرق كثير من الناس، طبعا أهل الخليج أهل الكرم والفزعة، قامت حملة خيرية أغيثوا إخوانكم في باكستان. الناس فعلا ما شاء الله في أول يوم يعني تم تبرعات بملايين الريالات، الناس محتاجة طعام، فتم شحن أطنان من الرز إلى باكستان. طيب الرز هذا وصل إلى باكستان فأصبح يقدم للفقراء مجانا. ناتج عن هذا التدخل أن التجار الباكستانيين خسروا، هو رجل الفقير المزارع بيبيع الرز، أنت جاي بتوزع الرز دخلت آلاف الأطنان مجانا للناس الأهالي، فتأثر التجار والفقراء الباكستانيين، فانت يعني بالمصري كده جيت عمر ساقي عطلت طحونه، بدل ما تساعد الفقراء انت اصبت السوق الباكستاني بالركود. كان من الاولى لو بتفكر بقى تفكير اقتصادي، انا مفيش داعي اشتري الرز واشحنه من الدوحه، انا الرز اشتريه من السوق المحلي الباكستاني، افيد المزارع الباكستاني وافيد الفقير الباكستاني. هذا مسار مفكر فيه. المسار الاول مش محتاجين ان احنا نفكر، بسرعه تبرع بسرعه ارسل المساعدات. لو خلصنا باكستان خش على افغانستان، حصل ازمه شحنوا للأفغان شحنوا لهم معلبات سمك، الشعب الأفغاني أصلا يعرف السمك، يعني بلد ما لهمش في السمك أصلا، فقال لك إيه الكائن الغريب ده. فهذه أموال ذهبت لأن ليس عندك دراسة عن ماذا يحتاج المجتمع الأفغاني وماذا يأكل، وأنا أساعد إزاي يعني. يعني عشان ما نطولش عليكم في هذا الجو الجميل، إحنا كلمنا بشكل واضح عن الأفكار مهمة، وإن أي عمل حتى على مستوى الأسرة حتى قرار الجواز حتى قرار الانفصال قرار حتى عمل ولو مزرعة دجاج ولو تطوير دولة لابد أن يأخذ حظه من عالم الأفكار، وإني أعتقد لو نبذل العرق والجهد والمال في عالم الأفكار أدائنا في المشاريع أداء أعمالنا في العلاقات هتكون الأمر مضطرب.
فأنا سعيد جدا بكم النهاردة وشرفتونا. شكرا لك. شرفتونا كلثم ودانا ويوسف ونايف. يعطيك العافية. إن شاء الله المرة الجاية لحب يعني نسعد لو لكم أصدقاء نسعد بالحوار معهم. وأنا فعلا استفدت جدا من أسئلتكم وشاكر لوقتكم. شكرا لك. ويعني سعداء بهذا اللقاء الطيب. يعطيك العافية. الله يبارك فيك.